فارس سعيد يعلن عبر الجديد قطع علاقته بالحريري. وانا ماني مدعو على 14 مباراة، ولو كنت مدعو ما بروح على 14. ليش ما بتروح؟ ما بروح لانه خلص انا طويت الصفحة معهم. 10 سنوات على الاستشهاد وروح المقاومة لا تزال أسطورة تؤرق العدو. الأصل الرئيسي هو الروحي، الروح. ذا سبيكن يحصر التنسيق الروسي السوري في مكافحة الإرهاب. بإصرار نقول أنه نحن ضد الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة. لا معلومات عن حق الوصول للمعلومات، الرجاء ممن يعرف عنه شيئا. هو من باب الإنجازات الوهمية. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية. شيعت إسرائيل هيبتها العسكرية بعد إسقاط F-16 بنيران سورية، وجمعت تل أبيب كسر طائرتها لتشيد من حوله مصنع معنويات ينتج تصريحات مضادة للخيبة. ومن هذا المصنع صدر نتنياهو مواقف خلال اجتماع حكومته، فأبلغ وزراءه وحزب الليكود معا أننا وضعنا خطوطا حمرا واضحة، عملنا وسنعمل بموجبها دائما، لكن هذه الخطوط هي في حقيقتها صفراء، ومن وضعها محور بات يسيج العدو من جنوبين اثنين، لبناني وسوري، وحي على جنود الجنوب. هذا الشريط الضابط للإيقاع من شأنه أن يخفف منسوب تهديدات إسرائيل وإن ادعت العكس، فحزب الله وإيران إنما يتواجدان في أراض سورية، وإذا كان هناك من اعتراض على هذا الوجود فحكما سيعود إلى الدولة السورية وحدها وليس إسرائيل، التي لن يعنيها من الجنوب السوري سوى دعمها للإرهابيين هناك والذين يتنشقون هواءها الصناعي ويتغذون من سلاحها ويتعالجون في مستشفياتها. لكن إسرائيل تشبه أمريكا في ساعات التخلي، وقد تبيع الإرهابيين عند أولى المفارق الدولية، وتلك موهبة ورثتها من أمريكا التي تركت الأكراد عند أول طريق الدولة، وهي بعد إسقاط F-16 سوف تعيد النظر في وجودها شمال سوريا وتبيع الأكراد وقضيتهم التاريخية. وهو نهج أمريكي يضرب عميقا في التاريخ، ولعل أحد أبرز تجلياته كانت عام 83 عندما أمر الرئيس الأسبق رونالد ريغان بانسحاب قوات المارينز من بيروت من دون التنسيق مع الفرنسيين قائلا: لم يتسنى لنا التشاور مع حلفائنا. وحينها ترك الحلفاء مرميين على أرض محروقة. واليوم وبعد الضربة التي تلقتها الطائرة الأمريكية الصنع الإسرائيلية التسير، فأن البنتاغون نأى بنفسه عن الشراكة مع الإسرائيليين في ضرب سوريا ونفى أي علاقة أو دور له في هذا المجال. ويتفهم الأمريكيون أن الرسالة قد وصلتهم من الروس على قاعدة سامي الجميل: طيارة إليك طيارة إلي، أسقطنا سخوي في إدلب فأسقط الروس الF-16 الأمريكية في الأراضي المحتلة، وبدفاعات سورية وبيئة حاضنة بحرارة صاروخية من حزب الله. وتحت هذا السقف فإن التصعيد مستبعد، وإسرائيل احتوت الصفعة الجوية وقررت تحويلها إلى ضبط نفس، وهي اتبعت إرشادات وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنت الذي حذر من أن أي معركة مقبلة مع لبنان ستشهد إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على شمال إسرائيل ووسطها. فوزير التعليم يعلم الإسرائيليين درسا في الصواريخ ونتائجها التي ستعلم على جلد المستوطنين، لا سيما وأن المقاومة اليوم تستعيد روح المقاومة وعماد صلياتها في الذكرى العاشرة لاستشهاده.
النائب السابق فارس سعيد نعى من برنامج الأسبوع في ساعة علاقته مع بيت الوسط. أنا رجل بالوجه وبالأفة بنفس المسار. أنا سعد الحريري على المستوى الشخصي بحبه، أبوه الله يرحمه بعتبره لتاريخ اليوم، وكل يوم بعتبره. أنا ماني مدعو على 14 شباط، ولو كنت مدعو ما بروح على 14. ليش ما بتروح؟ ما بروح لأنه خلص أنا طويت الصفحة معهم. إنما صفحة العلاقة مع الرئيس سعد الحريري خلص نهائيا، هذا موضوع انتهى. أوكي. إنما رئيس شهيد رفيق الحريري لولا منه ولولا من دمه ما في شيء اسمه استقلال لبنان الثاني، ما في شيء اسمه انتفاضة الاستقلال، وما في شيء اسمه 2005. وكل اللي عاملين اليوم زعامات بكل الأوساط وبكل البيئات، الفضل بيعود إلى دم رفيق الحريري إنه هن صاروا اليوم موجودين بالزعامات السياسية، وإذا اليوم مشين عون رئيس جمهورية بلبنان لأنه صارت انتفاضة الاستقلال بال 2005، مش لأنه متحالفوا حزب الله. اللي في بين الرئيس الحريري وبين المملكة العربية السعودية ما في بين حدا، واللي بيقول لك إنه حدا قادر يفصل الرئيس الحريري عن المملكة العربية السعودية والعكس بيكون غلطان وواهن. إذا الرئيس الحريري بيقول إنه كان محتجز نحن إلى جانبه، بس إذا الرئيس الحريري ما قال إنه كان محتجز والدنيا كلها قالت إنه كان محتجز، أنا ما رح صدق الدنيا. قال في بحصة، الرئيس الحريري حكي عن بحصة، ما قادر يطلع، ما قادر، يمكن عنده ظروفه وعنده عنده عائلته بالسعودية، عنده ما بعرف شو عنده، بس كل الإشارات يعني واضحة. طيب شو رأيك؟ دلالات واضحة يا دكتور، دلالات واضحة. كيف فينا نتغاضى عن كل هذه المؤشرات ونضل نقول ناطرين الحريري حتى ينطقط حتى يبقى؟ ما واضحة يا سيدي. أولا رئيس الحريري هو يعني مخول أنه يدافع عن نفسه بهذا الموضوع، وهو منه فقط مواطن سعودي، هو اسمه سعد رفيق الحريري، بالنسبة لنا يعني هيدا من القامات الوطنية الكبرى، وهو رئيس حكومة لبنان، وهو عمود من أعمدة استقلال هذا البلد، وبالتالي هو محترم إلى أقصى درجات الاحترام. وأنا من الناس اللي رغم الخلاف السياسي والاختلاف وزعلي اليوم من التصرف اللي هو صار، أنا ما بكن له إلا كل محبة وكل احترام والله يوفقه. إنما أنا عم أقول إنه بالإشكال اللي صار بينه والمملكة العربية السعودية ما بيسوى الرئيس الحريري يترك الغموض قائم تيضل جورج صليبي من بعد 4 أشهر يطرح السؤال وكأنه فعلا مش بس أنت هو مسؤول عن هذا الغموض، وهو الذي يجب وعليه ويترتب عليه مسؤولية إنه يشيل هذا الغموض. ما بقى يسوى إنه نحن نفكر أو إنه فريق من اللبنانيين يفكر إنه المملكة العربية السعودية اللي ما إلها إلا أفضال على هذا البلد، ما إلها إلا أيادي بيضاء على هذا البلد، فعلا احتجزت رئيس حكومي بلبنان. إيه بس يا دكتور سعيد، وهيدي مسؤولية رئيس الحريري. الرئيس الحريري ما نفى، ما بقى البحصة بس ما نفى. مش هناك عم بقول لك ما نفى، مسؤوليته إنه يوضح الأمر. علق رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره أمس على حادثة إسقاط الطائرة الإسرائيلية بالقول إنه تطور مهم، وما حصل أكبر من معركة وأصغر من حرب، وسيخلق توازنات وقواعد اشتباك جديدة في المنطقة. فهذا الحدث هو الأول من نوعه من عشرات السنين، وأكد أن لا تصعيد متوقعا وسينتهي ما حصل عند حدوده ولا يتطور إلى حرب شاملة. وأشار بري إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم في الناقورة للجنة الثلاثية للاطلاع على الرد الإسرائيلي على الموقف اللبناني في شأن الجدار، والذي كان لبنان أبلغه إلى الإسرائيليين في اجتماع الاثنين الماضي. وأضاف في هذا المجال سيتمسك لبنان بخط الهدنة لعام 49، وأن الخط الأزرق الذي فرضه القرار 1701 ليس هو حدود لبنان الجنوبية، وما يسري حدوديا على البر ينبغي أن يسري في البحر، وهذا الموقف أتمسك به منذ سنين طويلة وأبلغته إلى الجميع. وعن موضوع النفط والغاز قال بري لا خوف على حقوقنا النفطية، وقد أبلغنا رئيس شركة توتال الذي التقيته قبل يومين أن تحالف الشركات النفطية التي ستنقب على النفط والغاز لن تتأثر بالتهديدات الإسرائيلية وأنها مستمرة في التحضير للبدء بالتنقيب. هلا سقطت طائرة F-16 الإسرائيلية بإعاز روسي، السفير الروسي لدى لبنان يرد في مقابلة خاصة عبر الجديد. عندما أسقطت الدفاعات الجوية السورية الفريسة الإسرائيلية، شخصت الأنظار الإقليمية والدولية مباشرة إلى اللاعب الأقوى على الساحة السورية، إلى الدب الروسي. تلبدت الأجواء السياسية بأسئلة عدة، أبرزها: هل إسقاط الطائرة الإسرائيلية أتى بضوء أخضر روسي؟ هل هي رسالة موجهة إلى الأمريكيين؟
أو إلى إسرائيل مفادها أن معايير اللعبة تبدلت؟ أسئلة حملناها إلى السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين لفهم خلفيات الحدث. بإصرار نقول أنه نحن ضد الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة بين إسرائيل وسوريا. من سلح سوريا؟ هذه القدرة أليست قدرات روسية؟ أنا لا أتحدث حول الجوانب العسكرية على الإطلاق. في أول رد له لا ينفي السفير الروسي التنسيق الدائم بين السلطات السورية والروسية، غير أنه على حد قوله يقتصر على محاربة الإرهاب وحسب. الشيء يتعلق بمواجهة مع إسرائيل، فهذا يتعلق بتنسيق في إطار محور المقاومة والجانب السوري اللي يقرر اعتمادا على القدرات الذاتية السورية. إذا كانت روسيا خارج لعبة إسقاط طائرة F-16، لماذا أول نداء استغاثة إسرائيلي كان عبر الطلب من الروس تهدئة الأمور والتصدي لأي تصعيد؟ بمثل هذه الأحوال الطوارئة يجب يكون هناك تواصل ما بين الأطراف المعنية لتهدئة الأمور. هل يؤسس حادث أمس إلى مرحلة جديدة؟ إذا كان فعلا هذا الرد الفعل التي أدى إلى إسقاط الطيارة الإسرائيلية، وعلى هذا الأساس نحن سمعنا التقييم لحزب الله في بيان أنه فعلا هذا بداية المرحلة الجديدة، فيعني أن هذا رأي الموجود لدى هذا الطرف. أنا ما بقدر أن أقيم فعلا ما هو المعنى بهذا الرأي، إلا أنه هذا يجب نعير الاهتمام لذلك. باعتبارك سفير روسيا لدى لبنان، ألا تعتبر أن ما حدث أمس سبب خرق لسيادة لبنان؟ هناك خروقات، أنت تقصد من جانب إسرائيل، هناك خروقات لسيادة لبنان مستمرة خلال سنوات فشبه يومية، فمن هاي الناحية أنه ما تغيرت أشياء الكثيرة. في وقت يعتبر فيه زاسبيكين إسقاط الطائرة ليس إلا رد فعل سوري على فعل إسرائيلي، يبدو أن اللاعب الروسي يفضل في هذه المعركة التزام سياسة النأي بالنفس اللبنانية. لعل سعد، قناة الجديد. نشر الإعلام الحربي نقلا عن مواقع عبرية فيديو يظهر لحظة إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية F-16 بالمضادات السورية يوم السبت الماضي فوق مستوطنة إردوف في الجليل الأسفل شمالي فلسطين المحتلة وارتطامها بالأرض. بعد عقد على اغتيال الشهيد عماد مغني، مقاطع فيديو وصور تعرض للمرة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله. لا يصدق أحد أن الأشباح موجودة سوى بعض الأنظمة التي أصابتها سهام العماد. هم فقط من آمن يوم نصبوه العداء. حتى اليوم وبعد 10 سنوات على استشهاده لا يزال شبحاً، يدخل بصمت كتب التاريخ التي تحمل بصمات عمليات اتهموه بها، من وقع قدمه المدوي في مقر المارينز والسفارة الأمريكية ومقر المظليين الفرنسيين.
إلى هدير غضبه الذي أسكت محركات طائرة TWA. Automatic weapons and handguns. And then delivered to American officials. حتى البحار خاضها ليغرق عدوه. قطع العالم إلى الأرجنتين يوم قرر أن يرعب الصهاينة فيها. كل هذا لم يثبت. رحل الحاج رضوان وروحه تؤرق أعداءه. الإمكانات أصل، البرامج أصل، التكتيك أصل، صياغة الأهداف أصل، وضع السياسات أصل، وضع الأساليب والطرائق للعمل أصل، لكن الأصل الرئيسي هو الروحي، الروح. يعني هذا المحور مش بس بيتغذى بالعنصر المادي، العنصر المادي هو عنصر مساعد ومكون بيساعد هالعنصر اللي يقوم بيساعد هالمحور، لكن أصل هالمحور هو الروح. غاص في الشيوعية وتعمق في القومية، دخل فتح حتى بات في قلبها، لم يغب عن فكر الصدر وأبناء الحرمان، وخرج من الجميع ليخرج حزب الله إلى الضوء. لا يمكن ببناء الشخصية أن نبني شخصية أحادية الجانب. يعني نجي نقول نحن عسكر بس نروح نتدرب الاختصاص العسكري، وبالاختصاص وبالعسكر كمان الاختصاص العسكري اللي نحن بدناه أو اللي بدنا فقط نشتغل فيه. لا، أهم شيء بموضوع البناء هو التنوع والشمولية. على المستوى السياسي لازم يكون عندنا وعي، على المستوى الثقافي لازم يكون عندنا مستوى، على المستوى العسكري لازم يكون عندنا مجموعة اختصاصات. رحل السر مع صاحبه، ترك خلفه عطرا خافتا كضوء مساءات شباط تكشف بعضا من أسباب النجاح. المجاهد اللي احنا بدنا اياه هلا مختلف عن المجاهد اللي كنا بدنا اياه قبل سنة. أصلا طبيعة الهدف اللي احنا عم نشتغل عليها غير طبيعة الهدف كنا عم نشتغل عليها قبل بسنة. هل يعقل انه نفس المجاهد نحن بدنا اياه هو بذاته اللي كان بدنا اياه قبل بسنه؟ من حيث المواصفات، من حيث الخبره، من حيث بناء شخصيته، من حيث شخصيته بشكل عام؟ حتما لا. هو عماد مغنيه. ربما لهم كان الحاج رضوان الذي نطق بعد رحيله، اما لاعدائه فهو الثعلب المتواري خلف الف شخصيه، اما لسائر الناس فقد يكون ابو مصطفى. هو واحد كان أسطورة، فأمس بعد 12 من شباط 2008 الأسطورة. سوف يبقى دم دم دماء الشهيد القائد الحاج عماد مغنية تلاحقه. حسان الرفاعي، قناة الجديد. اعتصام في بيروت أمام السراي الحكومي رفضا للمحارق وتوسعة المطامر البحرية. إلى أمام السرايا الحكومية أحضر هؤلاء مجسماً لمحرقة على الرائحة تصل إلى أنوف المسؤولين، وذلك في التحرك الذي دعا إليه ائتلاف إدارة النفايات رفضاً لتوسعة المطامر وخطة المحارق التي أقرتها الحكومة في معالجة النفايات. نحن منرفض الحلول المطروحة ومنحملكم المسؤولية عن المواد السامة اللي رح نقيسها بالهواء إذا بلشوا المحارق، وعن تلوث البحر والشط اللبناني من المكبات البحرية، وكل التلوث الناتج عن المكبات العشوائية وتبعيتها الصحية والاقتصادية. عشرات المواطنين والناشطين شاركوا في التحرك بلباس يحاكي دخان المحارق وهو اللون الأسود. يا أما بدنا ناخد هالنفايات ونثمنها ونخلق منها وظائف ونعمل منها أشياء بتفيد، وإلا بدنا نخلق منها أمراض. الحكومة ماشية بكورونا؟ مش ضروري. لا لا، ليك بتعرف أول مرة أقرت المحارق بال 2010، طيب اليوم صار قاطع 8 سنين، اليوم في رفض شعبي واضح لموضوع المحارق. هل هيدي على خط الانتخابات ولا شو؟ لا، بالحقيقة ملف النفايات يعني نحن عم نتابعه لنا سنين، يعني وكل الموجودين هون يعني هن مشاركين عند الاستحقاق الانتخابي. حق الناس إنها تعرف إنه مين عم بيتابع هذا الملف
بشكل سليم، وحق الناس انها تعرف يعني المقاربه الحقيقيه شو هي، ومن الناس اللي هن واقفين حد وحد معالجه هذا الموضوع بعيد عن السمسره وبعيد عن الحسابات. نحن صيادين السمك منطقه برج حمود الدوره، نحن عم نشارك هون بشان تمر البحر بالنفايات، ونحن الصيادين صرنا 4 أشهر قاعدين بالبيوت، وللاسف قد ما علينا الصوت الدوله اللبنانيه ما طلعت فينا. وتخلل الاعتصام مشهد تمثيلي وشرح من قبل اختصاصيين على الحلول البديلة، كما جرى توقيع عريضة تطالب بخطة بيئية وصحية. المجلس النيابي أقر قانون حق الوصول إلى المعلومات، إنما هذا القانون لا يمكن قراءته من عنوانه. يحق للمسؤولين اللبنانيين الوصول إلى حيث يريدون متى يشاءون. هو مشهد اعتاد عليه اللبنانيون مع كل زحمة سير ومع تنقل أي موكب، فالوصول بالنسبة إليهم حق لا يمكن الانتقاص منه. منذ 10 سنوات وعلى الرغم من الحواجز العديدة ونقاط التفتيش البرلمانية، سلك قانون حق الوصول إلى المعلومات حتى إقراره العام الماضي. كل المصاريف اللي بتتحققها هو قانون يفترض أن يعطي المواطنين عامة والصحفيين خاصة الحق في الاستحصال على أي معلومة من أي إدارة رسمية وعامة. قانون اعتبر إنجازا لم يبخل على ذكر مدى أهميته رئيس الجمهورية اللبنانية. قانون الوصول إلى المعلومة هذه تساعد أن الناس تقدر توصل في حال الغلاف إلى المعلومات، تطلب الثبوت الأوراق اللي بدها إياها لتكشف لتبيان الموضوع بما يتعلق بالفساد. على أن شكل القانون لا يمت بصلة إلى مضمونه، يشرح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين كيف أن شيطان التفاصيل يجعل القانون حبرا على ورق. هو من باب الإنجازات الوهمية، وهذا القانون لا يطبق إلا بنسبة بسيطة جدا. أول شيء في العيب الأساسي بهذا القانون، استثنى أمور كبيرة من حق الوصول لمعلومات عنها، ولا سيما المحاكم الروحية والطائفية، في حين أن الفساد بهذه المحاكم لا يقل عن ما هو في سائر إدارات الدولة، فهون عمل استثناء كتير كبير، خلى تحت حجة السرية والمصلحة الوطنية والدفاع وأسرار الدفاع في أمور كتير قد تندرج تحت هذا البند، وبالتالي ما فيك تحصل على معلومات عنها. بالإضافة إلى استثناء المحاكم الروحية والمؤسسات الدينية، يشترط القانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ربط تنفيذ هذا القانون بقانون آخر لم يبصر النور، لأنه اليوم المواطن إذا بده معلومة بيروح بيقدم طلب للإدارة في موظف مختص بكل إدارة، هذا الموظف لم يعين حتى الآن، معه مهلة 15 يوم لإعطاء المعلومة، وتمدد 15 يوم في حال كانت المعلومات المطلوبة كبيرة. في حال رفض الإدارة بحق له يروح يتشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. هاي الهيئة لم تنشأ حتى الآن، يعني بعد يعني بفهم أنه يطلع قانون يربط تنفيذه بقانون موجود، بس اليوم ربط بنسبة كبيرة تنفيذ هذا القانون بالهيئة الوطنية التي لم تنشأ حتى الآن، وبالتالي هذا كان عيب كبير بهذا القانون، ونحن اليوم بعد مرور سنة منشوف أنه هذا القانون لا ينفذ. بعد 10 سنوات من الانتظار وبعد سنة من الإقرار، يبدو وكأن انتظار مفاعيل القانون أسوأ من انتظار مرور الموكب. آدم شمس الدين، قناة الجديد. عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلاء عون يعلن من برنامج الحدث أن وزير العدل أحال إلى رئيس الحكومة مشروع قانون العفو العام. هذا المشروع العفو بيشمل جنح وبعض الجنايات يلي طبعها خفيف. مثل؟ بيستثني، رح أقول لك شو بيستثني. يعني ما هو غير بياخد طابع شمولي إذا بدك بهالشيء، بيستثني يعني الأشياء اللي مش مشمولة بالعفو حتى ما يصير في حكي عليها. أي عمليات إرهابية سببت بمقتل مدنيين أو عسكريين. أي حدا مورد بعملية إرهابية مدنيين عسكريين غير يعني مشمول بالعفو. أي حد قتل قصدا وعمدا غير مشمول بالعفو. جرائم قتل. أي صناعة للمخدرات غير مشمولة بالعفو. تجسس وعملية إرهابية لصالح إسرائيل غير والعدو غير مشمولة بالعفو. سرقة أسرات غير مشمولة بالعفو، إلى آخره من الجنايات الكبيرة. يعني ملف إسلامية طرابلس مش مشمول بالعفو؟ كل شيء معني بالعمليات الإرهابية المدنيين والعسكريين غير مشمول بالعفو أكيد. هلأ
هذا المشروع بالفارين ما يعرفوا بملف الفارين الى العدو الاسرائيلي الفارين الإسرائيل. اللي راح اسرائيل أي. وما صار في تعاطي وتعامل وتجسس وعمليه ارهاب لصالح اسرائيل ايضا سيكون مشمول اذا رجع لبنان. هذا المشروع لا هذا المشروع هلا اكيد وديه وزير العدل سليم جريساتي الى رئيس الحكومه منذ فتره وما زال هلا موجود عند رئيس الحكومه. هو يحدد هو يملك التوقيت يلي بده يطرحه على الحكومه ليتحول الى مشروع قانون ويذهب الى مجلس النواب ليتحول الى قانون عفو. موضوع الوزير مصعب موضوع ما بيعني يعني ما كان التيار طرف فيه مباشره يعني موضوع صار من خلاف مستشاري الرئيس يعني صار في شو بنخفي على العالم صار في اذا بدي يكون موقف صار في رد موقف عليه. هذا اللي صار عمليا يعني ما كان التيار مباشره صراع اجنحه بقلب التيار بس ما هو عضو تيار ايه بس الاستاذ جو عزيز منه بالتيار كحزبه شو حله حزبه هذا ينتصر عضو التيار على من هو خارج لا ما قال هلا هيدي هيدا الموضوع بيد رئيس الجمهوريه هو بيعمل له المعالجه اللازمه لانه هذا ضمن فريقه. يجوز ان يكون شخص وزير للتيار ومستشار لرئيس الجمهوريه وعضو في التكتل ويحمل كل هالاتهامات. يا هالاتهامات باطله وهذا اللي احنا بنعرفه بتعتبرها خطا هذه اكيد بتعتبرها خطا. عاد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى بيروت مساء أمس بعد زيارة قصيرة إلى جزيرة قبرص حيث التقى أبناء الجالية اللبنانية هناك وشاركهم في القداس الخاص لمناسبة عيد القديس مارون. شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قداس عيد مارمارون في كنيسة سيدة العطايا في نيقوسيا في حضور الرئيس القبرصي وممثل الموارنة في البرلمان القبرصي جون موسى وأبناء الجالية الذين عقد معهم لقاء في قاعة الكنيسة. طبيعي أنه نفكر فيكم وفكرنا فيكم وبالانتخابات الجاية إن شاء الله بنكون سوا عم نشارك بصنع مستقبل لبنان وإن شاء الله الأيام تسمح لنا بالاستثمارات اللي ممكن نعملها بالغاز والنفط نحن وقبرص إن نوصل البلدين مع بعضهم بحلب لبنان القبرصي منه صعب التحقيق أبداً إن نوصل هالبلدين ببعضهم ويتصيروا آسيا وأوروبا مربوطين بجسر بين البلدين. ودعا باسيل للموارنة القبارسة إلى المقاومة والصمود لاستعادة حقوقهم. لما ضاقت علينا المساحة أو الحرية بلبنان وطبعا أجا منا ناس هون على قبرص ومنشكر قبرص لأنه استضافتهم بس بالنهاية لحقنا الظلم لوين ما رحنا ونحن جاوبناه بالنجاح. بقى بنتمنى لكم بهالجزيرة مزيد من المقاومة والقدرة أنكم تصمدوا أكثر لأنه إذا بتصمدوا ترجعوا بتستعيدوا حقوقكم وكراكم مثل ما نحن بلبنان صمتنا وعم نستعيد حقوقنا. الرئيس القبرصي رحب من جهته بباسيل داعيا إلى توطيد العلاقات بين قبرص ولبنان مشيرا إلى أن التحضيرات جارية للقاء يجمع رئيسي لبنان وقبرص ورئيس الحكومة اليونانية. المشنوق لن يصوت لنفسه في الانتخابات النيابية. أنا شخصيا سأعطي صوتي التفضيلي لرئيس الحكومة سعد الحريري، هذا ما قاله وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن الانتخابات النيابية المقبلة. تابع: لكن إذا فعلنا كلنا الأمر نفسه بتروح اللائحة، داعيا إلى توزيع الأصوات التفضيلية على المرشحين لما يصب في صالح اللائحة كلها. وأشار الوزير إلى أن قانون الانتخاب سهل للناخب فمهمته تقتصر على وضع علامة إلى جانب صورة اللائحة التي يريد التصويت لها وعلامة أخرى إلى جانب صورة المرشح الذي سيعطيه صوته التفضيلي. كلام المشنوق أتى في خلال ترويقة بيروتية أقيمت على شرفه. المرة الماضية بيروت كانت كريمة بتصويتها وكل لبنان مثل أيام الرئيس الشهيد ومشيت مثل ما هي. هالمرة أكثر إلزاما مثل ما هي. بس اللي بدي اقوله كمان كل صوت بيفرق. وتابع واصفا بيروت بالمدينة المصفحة. هلا بيقولوا انه اللي بيحمي الامنيين وانا منهم من 4 سنين هو السيارة المصفحة. حقيقة بعد عشرات السنوات بين انه بيروت هي مدينة مصفحة. لانه
كل المحاولات، كل الاحتلالات، كل الفرض اللي صار، كل الأذى الذي حدث، باليوم التالي رجعت بيروت وانتعشت وفرحت واستمرت بالحياة ومحت الماضي كأنه ما صار. البكاء على الأطلال ما بيعمر مدينة ولا بيحمي بلد ولا بيعز أهلها. اللي بيعز أهلها وبيحميها هو إيمانه بالله أولاً، مثل ما تفضل فضيلته إنه العزة بالله، مش العزة بالبشر فقط، العزة بالله أولاً، والعزة بإيمانهم للناس، والعزة بقدرتهم على المواجهة وقدرتهم على التعقل والتوازن. وجدد المشنوق قوله إن الحديث عن المظلومية والإحباط في بيروت هدفه كسب أصوات انتخابية، وهو كلام مهين للعاصمة. أما حل المشكلات فيكون بالعمل والسعي لتحصين المدينة وأهلها، وإذا كانت هناك من مشاكل فنحن نحاور معارضينا، نستمع إليهم ونأخذ برأيهم لما فيه خير المدينة. بعد الفاصل، التعديات تفقد بيروت حارسها الأخضر. أهلا بكم من جديد. التعديات على حرش بيروت قضت على أكثر من ثلثي مساحته، على الرغم من تصنيفه منطقة طبيعية ووجود قانون لاستعادة الأملاك العامة. تعود تسمية بيروت في اللغات القديمة إلى شجر الصنوبر الذي كان يحرس المدينة، ولا يزال لبقاياه أثر فيما يعرف اليوم بالحرج، وهو الرقعة الخضراء الوحيدة في العاصمة. بيروت تاريخها أو اسمها أخذته من حرش بيروت، لأنه شجر الصنوبر كان اسمه البريت، يعني البريت يعني الصنوبر، وبالتالي تسمت بيروت على هذا الاسم. هذه مساحة حرش بيروت الأساسية التي تصل إلى أكثر من مليون متر مربع، وبعد التعديات على الحرج بدأت مساحته تتقلص لتصل إلى 300 ألف متر مربع. التعديات بدأت أيام الحرب، حينما أخذ العمران في الحرج ينتشر من دون أن تحرك الدولة ساكنا. نحن بنعرف حسب الوثائق اللي بين إيدينا، أول متعدي على حرش بيروت هن جمعية المقاصد وجمعية الخيرية الإسلامية اللي اقتطعوا جزء كتير كبير منه، حنشرع لهم. بعدها طبعا كملت الاعتداءات، صارت كل طائفة بدها مقبرة لها، فبلشوا يعملوا مقابر بقلب حرش بيروت. طلعت جوامع بأكثر، يعني نحن بنعرف في جامعين اليوم بقلب حرش بيروت. كشفت الرسالة، وضعت إيدها على جزء كمان من حرش بيروت بيبلغ 4200 متر مربع. الحرج مصنف ضمن المناطق الطبيعية في الجمهورية اللبنانية بحسب قانون صادر عام 39، وبحسب المخطط التوجيهي لمدينة بيروت يعد في المنطقة التاسعة، وهي التي لا يحق البناء فيها. كل ذلك لم يمنع التعديات، وليس آخرها بناء المستشفى المصري العسكري. على الرغم من عدم وجود أي ترخيص للمستشفى ووجود مراسلات من وزير الصحة ووزارة البيئة لوقف الأعمال، إلا أن المخالفة مستمرة. كيف عم بيعمر؟ ما نسأل. عنا سلوس ببيروت اسمهم شبيب المشنوق وعيتاني، هو السلوس ما نسألهم كيف أنتوا أول شيء عم بتفرطوا بإرث بيروتي، لأنه بيروت أخذت اسمها من حرش بيروت. في عام 90 وفي عهد رئيس مجلس النواب حسين الحسيني صدر قانون متعلق بالأملاك العامة يجيز إزالة التعديات من دون تعويض. ضمننا قانون الموازنة النص التالي، المادة 30 تعتبر باطلة بطلانا مطلقا، عقود البيع أو الوعد به والإيجار المبرمة خلافا للأحكام والأصول المحددة لها، بإشغال الأملاك العامة البحرية الحاصلة دون استصدار مراسيم تجيزها، ولا يترتب للشاغل الفعلي بصورة غير قانونية أي حق مكتسب مهما كانت مدة إشغاله. يؤكد الحسيني أن كل استثمار في الأملاك العامة يحتاج إلى مرسوم، ويجب أن يكون ضمن المعايير القانونية والبيئية. لا، ما بيقدر المجلس البلدي بده يصدر مرسوم. بده مرسوم طبعا. طب المرسوم بيجيز مخالفة القانون؟
لا بيجيز اشغال العقار بالتأجير او بالاستعمال مقابل بدل. هي قوانين أنجزت في مجلس النواب ولكنها لم تطبق ومخالفتها أصبحت وجهة نظر، وما على السلطة التنفيذية إلا العمل لتطبيق القانون حماية للمتنفس الوحيد لكي يبقى أثر لأساس اسم بيروت. هادي الأمين، قناة الجديد. عنبر الخياطين مبادرة جديدة على طريق تمكين النساء في طرابلس. ليس رثا ثوب مدينة طرابلس، وإن بدا كذلك بسبب الحروب التي مزقته والفقر الذي أدخله في الإهمال، ومع ذلك تجد دائما من يحاول أن يرتقى فستان عروس الشمال ليعيد إليه ألقه الضائع ولإخراج المدينة من قماش النمطية الذي يلفها. بقطبة مخفية وبأياد ناعمة تحاول جمعية يوتوبيا أن تخيط النسيج الاجتماعي الطرابلسي بمبادرة تهدف إلى تمكين النساء. ونحن اليوم بعنبر الخياطين هو مبادرة ضمن برامج تمكين المرأة يلي جمعية يوتوبيا على طول عم بتقوم فيها. تم إنشاء هذا المعمل بتمويل من الصندوق الإنساني للبنان، بيد الهدف الأول منه هو تمكين المرأة وتأمين فرصة عمل لها، خاصة بمنطقة طرابلس هالمنطقة المنسية والمحرومة من سنين طويلة. فتم اختيار عدد من السيدات يلي عندهم حالة اجتماعية معينة، وتم تدريبهم على كيفية استعمال المكنات الصناعية وكيفية تشغيل هذا المعمل، وبالتالي هن اليوم صاروا قادرين أنهم يشتغلوا ويكونوا منتجين لحتى يأمنوا العيش الكريم لعائلتهم. مرقت علي ظروف صعبة كتير بالبيت، حسيت حالي أني بحاجة لعمل، بلشت فتش على شيء أني أقدر أشتغله، وعرفت أنه يوتوبيا عملي دورة تدريبية للبنات على شغل المكنات الصناعية والتفصيل بنفس الوقت. تعرفت على أيون وعملت عندهم دورة واشتغلنا بعنبر الخياطين، وهون بعنبر نحن صرنا نقدر نعمل أي شيء، ممكن شراشف لفنادق، بياضات، كوستيمات الجارسونية، بيجينا مثلا عندهم جارديري بده يعمل براويل للصغار للمدارس، منصلح ألبسة، كانت تضييق تقصير كلياته هون نحن بنشتغله، وأي قطعة بيجينا بتقلني أنا بدي فصل من هالموديل هذا، نحن عبر الصورة صرنا عم نفصل أي موديل نقدر ننفذه، عم نكون كتير مبسوطين بالقطعة لما بتخلص لأنه عم نعمل شيء جديد نحن لسا منا عاملينه بحياتنا. وبالنسبة للمادة تغيرت حياتي كليا، يعني الحمد لله رب العالمين تحسنت كتير أحوالي المادية وصرت كتير مرتاح. هيدا المعمل هو شركة اجتماعية، وبالتالي كل الأرباح اللي بتطلع من هيدا المعمل يعاد استثمارها داخل المعمل لتوسيعه وتكبيره لحتى يصير قادر يستقبل عدد أكبر من هالنساء. أبواب جمعية يوتوبيا مفتوحة أمام كل سيدة من مدينة طرابلس ترغب بأن تتقن هذه المهنة أو تبحث عن وسيلة تمكنها من إعالة أسرتها. يارا دبس، قناة الجديد. رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال عظة الأحد في بكركي أن السياسيين مسؤولون عن إفراغ خزينة الدولة ولا يمكن ملؤها من دون مكافحة الفساد. هذه الأمومة مطلوبة أيضا وبخاصة من المسؤولين السياسيين عندنا، لأن الدولة مسؤولة عن شعبها، والدولة أم، فلا يمكنها بهذه الصفة أن تهمل الشعب وتدعه يفتقر. أي أمومة أو أبوة مسؤولة ترضى بإفقار أولادها وإهمالهم والعيش على حسابهم وحشب خيرات البيت والعائلة عنهم؟ لا يكفي أن نتكلم عن واجب أعمال المحبة تجاه الفقراء من خلال المنظمات الإنسانية مثل كاريتاس لبنان وسواها، بل يجب العمل على إخراج الفقراء من فقرهم وتحفيز قدراتهم ورفعهم إلى مستوى البحبوحة والعيش الكريم من خلال الدولة وقدراتها. فيؤلمنا جدا جدا أن يصبح شعبنا اللبناني الأبي شعب
استعطاء. هذا معيب بالنسبة للدولة. قوى الأمن الداخلي تعمم صورة موقوف بجرم انتحال صفة مطران وتزوير واحتيال. بتهمة انتحال صفة مطران أوقف هوسيب قاف من قبل شعبة المعلومات، ومن بين التهم اتصاله بالمحكمة العسكرية بهدف المراجعة بعدد من الملفات على أنه رجل دين. وبحسب قوى الأمن الداخلي التي نشرت صورة للموقوف، فإنه اعترف بتزوير مجموعة من الأختام لشركات تجارية ومؤسسات دينية وأحزاب أرمنية ضبطت في داخل سيارته ومنزله الكائن في محلة برج حمود، فضلا إلى ضبط أوراق رسمية ومستندات عدة. وذكر بيان قوى الأمن أن الموقوف اعترف بتقديم أوراق ومستندات مزورة إلى إدارات بعض الشركات والمؤسسات والمصارف بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسات دينية وخيرية من دون علمها، ويعمل على الاستيلاء على الأموال لصالحه الخاص. ومن بين التهم انتحاله صفة المطران كيغام قتشريان. توقيف هوسيب البالغ من العمر 48 عاما شكل صدمة بالنسبة لذويه وجيرانه. وبعيدا عن عدسة الكاميرا، نفت العائلة أن يكون ابنها قد انتحل صفة مطران، فالكل هنا يناديه بالجوه، بل حتى إنه لا يجيد القراءة والكتابة. وتضيف العائلة أن ابنهم لو كان مختلسا لما كان يسكن بمنزل متواضع مع زوجته وأولاده ووالديه. أقدم المدعو علي عماد مرعي لبناني الجنسية على اجتياز السياج التقني والسياج الشائك في منطقة كفر كلا بعد ظهر الأحد، وقامت دورية إسرائيلية صدف مرورها في المنطقة باعتقاله مباشرة. وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الشخص هو نفسه الذي اجتاز السياج قبل 6 أشهر وتم اعتقاله في مستعمرة كريات شمونة، وهو من بلدة حبوش الجنوبية ويعاني من حالة اضطراب نفسي. في عكار أقدم المدعو أحمد خضر الحميدان من وادي خالد على قتل المواطن عبد العزيز الفارس من بلدة الهيشي بعد خروج الثاني من السجن بجريمة قتل ابن الأول منذ 4 سنوات، وكان الفارس قد أمضى في السجن 3 سنوات. بعد الفاصل، قدر إيران الباليستي. أهلا من جديد. حكومة العدو الإسرائيلي تجتمع عقب إسقاط طائرتها من طراز F-16 واتصال بين نتنياهو والطيارين اللذين قفزا من الطائرة. في اليوم الثاني على إسقاط الطائرة الإسرائيلية تتواصل الضربات المستهدفة لعتاد العدو الإسرائيلي، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية النار على طائرة استطلاع شمالي قطاع غزة وفق ما أعلنت مواقع فلسطينية، وأسقطت طائرة تصوير إسرائيلية من طراز فانتوم شرق بلدة بيت حنون شمالي القطاع. إرباك العدو الإسرائيلي استدعى عقد جلسة للحكومة، وواصل رئيسها بنيامين نتنياهو محاولاته وصف إسرائيل كدولة تدافع عن نفسها فقط، متجاهلا كل الاعتداءات التي تشنها في مختلف الأماكن. وجهت إسرائيل ضربات قاسية لإيران والنظام السوري خلال غاراتنا على مواقع مختلفة بعد إسقاط طائرة F-16، وكذلك بعد إسقاط طائرة استطلاع إيرانية، وأوضحنا للجميع أن قواعد عملنا لم تتغير على الإطلاق، وسنواصل ضرب كل محاولة للاعتداء علينا. هذه كانت سياستنا وستبقى كذلك. وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع أحد الطيارين الذي أصيب بجراح طفيفة بعد قفزه من الطائرة قبيل سقوطها، وقال: سعدت بأن وضعه الصحي تحسن، متوجها لهما بالقول: أنا فخور بكما. وعلى الرغم من إسقاط طائرة حديثة الطراز بصاروخ قديم نسبيا، وجه نتنياهو حديثه للإسرائيليين قائلا: أمس أثبتنا أننا ندرك كيف
نتوحد من أجل صد أعدائنا والحفاظ على دولتنا. وكان قد قال أمام وزراء الليكود: وضعنا خطوطا حمراء واضحة، عملنا وسنعمل بموجبها دائما. ومن جهته قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن بلاده بضربها مواقع إيرانية رئيسة في سوريا أرسلت رسالة واضحة إلى إيران بأنها لن تتسامح مع أي وجود عسكري إيراني بالقرب من حدودها. وأضاف إسرائيل كاتس أن إيران سوف تستغرق وقتا حتى تدرك وتفهم وتسأل عن الكيفية التي عرفت بها إسرائيل تلك المواقع وضربتها. مسيرات مليونية في إيران احتفاء بالذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية. بمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، شهدت الجمهورية الإسلامية مسيرات مليونية عمت المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد. المسيرات المليونية لم يغب عنها أبرز الشخصيات الإيرانية، من الرئيس حسن روحاني إلى أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي علي شماخاني، ورئيس اللجنة القومية البرلمانية علاء الدين بروجردي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. الاحتفاء بالذكرى كان مناسبة لتمرير إيران رسائل عدة عبر مسؤوليها إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولا والمجتمع الدولي ثانيا، إذ نوه الرئيس روحاني في كلمة له في ساحة أزادي في طهران بالنجاحات الكبيرة ضد الإرهابيين وداعش في المنطقة، مشيرا إلى أن المتآمرين كانوا يريدون تقسيم بعض البلدان، وقال: ساعدنا الشعبين السوري والعراقي وتم إنقاذ شعوب المنطقة من الإرهاب، في حين هم كانوا يريدون تقسيم العراق والقضاء على وحدته. الأمريكيين أرادوا التآمر على فلسطين والقدس، إلا أن العالم وقف ضد ذلك، وواشنطن كانت تريد أن تتدخل في أمورنا الداخلية، لكن أبناء شعبنا رفضوا ذلك بوحدتهم، كما أن أمريكا عجزت حتى اليوم عن إفشال الاتفاق النووي، ونحن ملتزمون به إلى حين التزام الطرف الآخر به. من جهته تولى شماخاني توجيه الرسائل الإقليمية على وقع الهجمات الإسرائيلية على سوريا وإسقاط طائرة إسرائيلية من نوع F-16، وقال: إسرائيل فهمت أن مرحلة أضرب وهرب انتهت، وتصدي الجيش السوري للعدوان الإسرائيلي سيغير قواعد الاشتباك، وإيران لن تقبل على الإطلاق بإحداث أي تغيير على الاتفاق النووي الإيراني، وليس أمام الولايات المتحدة والدول الغربية سوى خيار الالتزام بالاتفاق الذي قبلوا به سابقا، وطهران لن تقبل بإضافة أو إزالة سطر واحد منه. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فأكد خلال مشاركته في المسيرات أن إسرائيل تعودت الاستمرار باعتداءاتها من دون أن يتم الرد عليها، مشددا على أن البارحة انتهى هذا الأمر عبر إسقاط مقاتلة إسرائيلية. وبالتزامن مع الذكرى استعرض حرس الثورة الإسلامية أمام المشاركين صاروخ قدر الباليستي الذي يصل مداه 2000 كيلومتر، وقد تم استعراض هذا الصاروخ عند تقاطع طرق أزادي وشمران، ويبلغ طول الصاروخ حوالي 16 مترا، وبإمكانه حمل رأس حربي بزنة 650 كيلوغرام. وإلى ترندز مع نور صومة. مرحبا. تم استبعاد صحفية إيرانية بعد ما نشرت تغريدة على موقع تويتر اعتبرت انتقاد لحزب الله، وعلقت على صورة بتظهر اجتماع بين أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومشرع إيراني، وكتبت: أنظر إلى هذه الصورة ولا أشعر بالندم للتصويت. وتم تفسير التعليق على أنه انتقاد لسياسات إيران بالشرق الأوسط وطردت من عملها بصحيفة إيران الحكومية. أما على تويتر فأثارت إقالتها احتجاجات وتضامن من صحفيين بإيران حكيوا عن ضرورة حرية الصحافة والنساء. قدرت سيدة اسمها سمر عبد المحسن أن تكون أول امرأة سعودية بتتوظف بشركة فيسبوك، وأوضحت عبد المحسن أنه بعد 7 مقابلات مع الشركة توظفت، وأنها تخرجت من جامعة الملك فيصل بالإحساء ودرست الماجستير بالاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، مشيرة إلى أنه بعد ما خلصت علمها عرضت عليها شركات كثيرة العمل من بيناتهم جوجل وفيسبوك.
طرد معلمة مدرسة بأمريكا من العمل أثار غضب الأهل على السوشيال ميديا بعد ما نشرت صورة زواجها من امرأة على فيسبوك، وبعد ما أخذت المدرسة قرار الصعب والاضطراري بحسب ما صرحت وطردت المدرسة من وراء الصورة. انتفضوا الأهل يلي بيعتبروها مدرسة محبوبة كتير من التلاميذ، وقالوا أنه يلي بيصير بحياتها الخاصة هن ما لهم علاقة فيه، وهالقرار ما بيمثل الانفتاح يلي وصلت له الولايات المتحدة بموضوع المثليين. لهون نكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعونا على فيسبوك، وفيكن تتابعونا على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا. وإلى فن الخبر مع دارين شاهين. مرحبا، اليوم بنشرتنا الفنية رح نحكي عن المعجبات أكتر ما رح نحكي عن الفنانين والفنانات، بس أكيد رح نتناول موضوع كليب جديد لجوزيف عطية وتيزر لكليب جديد لنوال الزغبي. منتابع. انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من كواليس حفل الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بالسويد، بدت فيه عم تعتدي بالضرب على حارسها الشخصي بسبب إبعاده لأحد المعجبات. نبقى مع المعجبين بالفنانين وتحديداً مع مقطع فيديو لمعجبة مهووسة بالفنان اللبناني وائل كفوري عم بتقوم بتصرف صادم أمام الجميع بعد ما سقطت على الأرض وانهارت بالبكاء كونها ما تمكنت من الوصول لإله. ما زالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عم بتشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة لا تلعب معايا، حيث نشرت على انستغرام برومو لفيديو كليب الأغنية لتنال من بعدها آلاف التعليقات واللايكس. ويا كل الناس يلعب لبسي بعد ما ودعك كل شيء. أطلق الفنان جوزيف عطية فيديو كليب خاص بأغنية تتغيري عبر يوتيوب. الكليب تم تصويره بسنغافورة الشهر الماضي تحت إدارة المخرج بهاء خداج، واستمر التصوير 3 أيام. تغيري من كلمات كاترين معوض، ألحان هشام بولس وتوزيع عمر صباغ، وهي إحدى أغنيات ألبوم الفنان جوزيف عطية الأخير وبضم 9 أغنيات. تغيري وتبدلي ما تشبهي حالك معي، صيري حدا صعب إلو اشتاق. أنا وياكي تعرفي شو منشبه، غني ضاع ملحنا الكاتبها، متبري من المطلع حلو لكن قفلتها فراق. هيدا كان كل شيء بالنسبة لفن الخبر. ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف، ونبدأ مع النهار التي عنونت لهذا اليوم رقصة الحرب فوق حطام الطائرات. أيضا في النهار لبنان في قلب العاصفة واستعدادات لمفاوضات شاقة. ننتقل إلى الأخبار، وفيها كما على الأرض كذلك في السماء، 10 سنوات على استشهاد عماد مغنية ابن الثورتين. في عناوين الأنوار لهذا اليوم، بيروت تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن لاستخدامها الأجواء اللبنانية في اعتداءاتها، تهديدات إسرائيلية بمواصلة الغارات بعد إسقاط الطائرة بصاروخ سوري. الشيخ محمد بن زايد أجرى محادثات مع رئيس الحكومة الفرنسية في أبوظبي، 229 قتيل في الغوطة خلال 4 أيام من الغارات. الألعاب الأولمبية الشتوية تجمع بين الكوريتين. في الديار، لماذا خافت إسرائيل من التصعيد وما هو وضعها الداخلي الشعبي والاقتصادي؟ هل يجازف الكيان الصهيوني بحرب دون أفق وبمساحات خارج الحدود وبعواقب غير محسوبة؟
ننتقل إلى المستقبل. مصدر وزاري للمستقبل تثبيت روما 2 في 5 آذار اجتماع رئاسي اليوم ولبنان خارج الاشتباك. إسرائيل تخسر F-16 وتتوعد إيران في سوريا. نفوذ طهران وحزب الله يتصدران جولة تيلرسون. ننتقل إلى البناء وفي عناوينها: سوريا تربك زيارة تيلرسون وتعيد رسم التوازنات ومعادلة الردع بإسقاط F-16. أيضا في البناء: مساع لبنانية لتحريك ملف شبكة الدفاع الجوي المنسية منذ عام 74 وثبات على المواقف. تضامن رسمي وشعبي مع سوريا وشكوى من الخارجية لمجلس الأمن والناشف يبرق للأسد. في اللواء لهذا اليوم: وقف مؤقت لبناء الجدار الإسمنتي واجتماع ثلاثي يسبق محادثات تيلرسون. حبس أنفاس يسبق هجمة الترشيحات وتحذير مدني من حل النفايات بالمحارق. ومن اللواء إلى البلد التي عنونت لهذا اليوم: من سوريا ولبنان رسالة إلى إسرائيل، حان وقت تعديل قواعد الاشتباك. ننتقل إلى الجمهورية وفيها قواعد اشتباك جديدة في المنطقة. أيضا في الجمهورية: حذاري سوء التقدير، إسرائيل وإيران تختبران حدودهما في سوريا، توازن رعب يمنع الحرب. ننتقل إلى الحياة وفي عناوينها: إسرائيل ترفض تغيير قواعد الاشتباك في سوريا وإيران تتوقع ردا على أي خطأ، وعبد الله الثاني في موسكو الخميس، سباق بين الدبلوماسية وعودة التصعيد، الملك سلمان تعدد الثقافات مطلب للتعايش بين الشعوب. ونختم مع الشرق الأوسط: قتلى وجرحى في غارات مكثفة للنظام على غوطة دمشق، جهود روسية لضبط المرور في الأجواء السورية، خادم الحرمين احترام خصوصية كل ثقافة مطلب للتعايش والسلام. وتذكير بعناوين النشرة: فارس سعيد يعلن عبر الجديد قطع علاقته بالحريري. وأنا ماني مدعو على 14 موافق، ولو كنت مدعو ما بروح على 14. ليش ما بتروح؟ ما بروح لأنه خلص أنا طويت الصفحة معهم. 10 سنوات على الاستشهاد وروح المقاومة لا تزال أسطورة تؤرق العدو. الأصل الرئيسي هو الروح. زاسبيكن يحصر التنسيق الروسي السوري في مكافحة الإرهاب. بإصرار نقول أنه نحن ضد الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة. لا معلومات عن حق الوصول للمعلومات، الرجاء ممن يعرف عنه شيئا. هو من باب الإنجازات الوهمية. ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وتويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء عند 10:30.